أسباني تانية قراءة إنجليش. أول سنة أقدم في كوميت، تمام. خدنا سيشن تعلمنا إزاي نتعامل مع الناس. خدنا السيشن بتاعنا كان في مجال الستوك ماركت، تعلمنا إزاي نتداول بالأسهم، إزاي فهمنا كل حاجة عن البورصة، تمام. تاني التعامل مع الناس، أول حاجة تعلمنا إزاي نشتغل في تيمات، وده جزء بنفتقده قوي في الجامعات. اللي احنا بندرسه ملوش علاقه بالشغل خالص، بس فاحنا لما نبتدي نتعلم ازاي نشتغل، ازاي نتعامل مع بعض، نفهم مجالات، في مجالات تانية غير الستوك ماركت، في الاوديتنج، المراجعه الماليه، خدنا بيبقى فيها سيشن برضو، في ماركتنج، ازاي الواحد يسوق لاي حاجه عنده، تمام. اول حاجه ابتدينا ناخد السيشن بتاعتنا، بدات في جامعه القاهره، كان كل يوم جمعه، تمام. فاتعلمنا اول حاجه يعني ايه بورصه، احنا داخلين اتعاملوا معانا اللي احنا مش كاننا مش عارفين اي حاجه. عرفنا يعني ايه بورصه، يعني ايه اسهم، يعني ايه سندات، يعني ازاي ادول في البورصه، ايه هي الشركات اللي بتبقى مسؤوله عن التداول، مين هم اللي بيراقبوا البورصه، تمام. بعد كده بعد ما خلصنا السيشن بتاعتنا نزلنا تدريب عملي في مقر البورصه المصريه في القريه الذكيه. انا حازم محمود، تانيه قراءه انجلش. انا اول سنه ليا في كوميت. كوميت علمتني حاجات كتير، بس انا عايز ابدا الاول ايه هي كوميت، او ايه الفكره بتاعت كوميت. كوميت هي ستودنت اكتيفيتي، تمام. المفروض اللي هي بتعمل سيشنز في اربع كونسلز، اللي موجود عندنا ستوك ماركت واوديتنج وسي اي او وماركتنج، تمام. كل كونسل من دول بيبقى ليها سيشن معينه، وازاي السيشن دي يعني بناخدها او فين او مين اللي اداها لنا اساسا. هي متقسمه لكل كونسل اللي بيبقى ليه هيد، الهيد بيختار السكرتاريت. السكرتاريت دول الناس اللي بيشرحوا لنا الماتيريالز كلها، ازاي نضرب في البورصه، ايه هي البورصه. ناس بتجيلنا من بره كمان، يعني في استاذ وائل عنبه جالنا، تمام، شرح لنا عن البورصه وادانا سيشن كامله، دي طبعا استفدنا منها جامد قوي. وبرده في استاذ، بس انا مش فاكر اسمه بصراحه، هو من هيئه سوق المال، رقابه على سوق المال، جالنا ادانا سيشن كامله عن الخبر، وازاي تعرف هل السهم ده هيعلى في المدى القريب ولا المدى البعيد ولا مش هيعلى اساسا، وازاي تتاكد من صحه الخبر، هل الخبر ده فعلا هيتنفذ ولا مش هيتنفذ. اهم حاجه استفدتها من كومنت اللي انت ازاي تتعامل مع الناس. يعني انا ممكن من سنه ما كنتش اقدر اقابل حضرتك اساسا او اتعرف على حضرتك، ما كانش عندي الشجاعه او الحته دي كانت موجوده. دي ده يعني كومنت ادتني جامد، وادتني ازاي ان انا اعبر عن نفسي، وازاي اقول جوايا، حتى لو انا جوايا بوتنشال عادي، فانا لازم اطلع البوتنشال ده للناس.